متعددة في أركانها، متكاملة في ملامحها. هكذا كانت مبادرة حياة كريمة التي لم تخص قطاعا دون آخر، وإنما جاءت من أجل عيش كريم لكل المصريين في كل المجالات، ومن بينها قطاع الصناعة. هذا القطاع الذي شهد مؤخرا انطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة. تسعى المبادرة الوطنية إلى تحقيق 3 أهداف أساسية، وهم توفير فرص عمل وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة. كما تعد بدأ ذراعا اقتصاديا لمبادرة حياة كريمة تتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج. ليس هذا فحسب، فبينما تحقق حياة كريمة التنمية المستدامة، تقوم المبادرة على تدشين مشروعات زراعية وخدمية ومرافق متنوعة، مما يهيئ تلك المناطق لبيئة اقتصادية مواتية للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، ما يسهم تدريجيا في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما أن هناك اهتماما كبيرا بالبيئة لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. الحوار الثاني في ميناء القاهرة، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ زي ما تابعنا في التقرير، مش هنكرر نفس الكلام، ولكن مباشرة إلى ضيفي الدكتور عماد عبد السلام، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم. دكتور منورني، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا بشوف هذه المبادرة ازاي من كملامح يعني أو خطوط عريضة لهذه الصناعة؟ المبادرة الحقيقة جت في الوقت المناسب، وهي بتعبر عن اهتمام الدولة بالصناعة وبطرق غير مسبوقة، وكمان من خلال الاهتمام بتوفير بيئة للإنتاج المحلي لتقليل البطالة وتوفير فرص للعمل، وده طبعا يعبر دعم غير مسبوق بقطاع الصناعة وإنعاشه مرة أخرى. دكتور، يمكن الهدف من المبادرة هو تجديد الدماء، ضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعة. حضرتك بتشوف ازاي من واقع الصناعة وكأستاذ للتخطيط والتنمية، كيف يمكن ضخ استثمارات جديدة في مجال الصناعة؟ ايه اللي محتاجه او محتاجين نعمل ده ازاي؟ والحقيقة المبادرة قايمة بشكل اساسي على نظرية سلاسل القيمة والقيمة المضافة، وهي تجميع الجهود والكيانات المختلفة الصناعية من أجل خلق استثمارات جديدة محلية، وده اللي نجحت فيه المبادرة في أنها تجمع الجهود التنافسية في مجال القطاع الواحد وخلق منتجين محليين في مجال الصناعات المغذية، وده في حد ذاته بيوفر نسبة كبيرة من فرص العمل. ويمكن كمان زي ما بقول لحضرتك انها في اطار سلاسل القيمه، انها كمان لها بعد اخر او ابعاد استراتيجيه اخرى في مجال التنميه، وده اللي ربطه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء تكليفه لقيادات البرنامج الرئاسي بربط مشروع ابدا بمبادرة حياة كريمة، في أن يبقى لها انعكاس مستدام في توفير الفرص المستقبلية للتنمية في قرى مصر. طب حضرتك شفت يعني بعيدا عن الكلام اللي هو أو الأهداف الاستراتيجية، تطبيقه على أرض الواقع، ربط المبادرة بمبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية بحياة كريمة اللي بتستهدف تغيير واقع الحياة في الأسرة المصرية على مستوى الملايين، يعني ازاي يتم تطبيق هذا الامر وتكون نتائجه على ارض الواقع واضحه؟
الحقيقة من المبادرات الناجحة جدا والقوية جدا واللي تعتبر مشروع القرن هي مبادرة حياة كريمة، واللي تسير بخطى مستقرة وثابتة وفي تطور مستمر، واللي بتستهدف قرى ما يقرب من 4500 قرية على مستوى مصر، ويعني شرفت المرحلة الأولى على الانتهاء والبدء في المرحلة الثانية. الحقيقة كان لها انعكاسات كبيرة جدا وآثار كبيرة جدا في الريف المصري، وابتدى تظهر ملامح هذا المشروع، واللي ادى ثقة للقيادة السياسية في مؤسسة حياة كريمة في ان يبقى لها دور في ان تسير مبادرة ابدأ لتطوير وتوطين الصناعة المصرية على خطى مبادرة حياة كريمة. فكان هناك ربط ما بين مؤسسة حياة كريمة وما بين مبادرة ابدأ في انشاء الزراع التنفيذي لمبادرة ابدأ بمشروع ابدأ، وأن تكون لمؤسسة حياة كريمة حصة حاكمة في المشروع اللي يضمن استدامة التمويل المستقبلي لمشروعات حياة كريمة، ومن خلال توحيد الجهود التنافسية لكبار الصناع والمشروعات الكبرى يتم تنفيذ مشروعات مغذية اللي هيتم ربطها من خلال قرى الموجودة في ربوع مصر، وتوفير فرص عمل للمواطنين في قرى مصر، وده طبعا من خلال عدة محاور مختلفة اللي بتقوم عليها مبادرة ابدأ، منها محور المشروعات الكبرى، وده من خلال عقد شراكات مع كبرى الشركات وكبرى كبار المستثمرين اللي من خلالها يتم دمج التحالفات المختلفة ويعني اضفاء قيمة مضافة على الصناعات المحلية. وكمان وده يمكن ظهر جليا من خلال افتتاح فخامة الرئيس للمرحلة الأولى من مدينة المنصور الجديدة، حل مشكلات كثير من المتعثرين من الشركات القائمة، بالإضافة إلى تقنين أوضاع كثير من الشركات وتسهيل الإجراءات المختلفة من خلال الدعم الفني أو توفير التمويل اللازم، وده كله بينعكس على خلق فرص العمل، وكمان بيحقق الهدف هدف مهم جدا من الأهداف، وهو العملة الصعبة وتقليل الواردات وتوفير المنتج المحلي، وإن أنا نضع أقدامنا على أننا نكون مجتمع منتج بدلا من أن نكون مجتمع مستهلك. يمكن الهدف الأساسي من المبادرة يا دكتور هو دعم وتوطين الصناعات المحلية على أرض الواقع، حضرتك بتشوف آليات ده إيه؟ الحقيقة خلينا أقول لحضرتك إن أهداف المبادرة يعني الرئيسة، بالإضافة إلى إن هناك إضافة للاستثمارات المحلية بقيمة تبلغ 200 مليار جنيه، وأيضا يستهدف ذلك توفير حوالي 150 ألف فرصة عمل خلال الأربع سنوات القادمة. خلينا نقول أن الأهداف الرئيسة للمبادرة، الهدف الأول هو توطين الصناعة، وعايز أقول أن توطين الصناعة وهو الاعتماد على الصناعة الصناعات المحلية، لأن مصر يعني بها مواد خام زاخرة وبها كثير من الإمكانات والأيدي الماهرة، ولكننا كنا في الفترات السابقة نصدر المادة الخام ثم نعيد شرائها بأضعاف أضعاف أسعارها بالعملة الصعبة، وده كان بيعمل فجوة كبيرة في الصادرات والاستثمارات، وده اللي بيخلينا يعني ينعكس ذلك على الهدف الثاني من توطين الصناعة، وهو تقليل الواردات. أما هيبقى عندي توطين للصناعات المحلية هيقلل عندي الواردات، وبالتالي هيقلل عندي من الطلب على العملة الصعبة ويزود من قيمة العملة المحلية، واللي ده بينعكس على هدف الثالث وهو إيجاد فرص عمل، لأن هيبقى عندي كثير من المصانع الجديدة والشركات والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المتعثرين الحاليين من خلال الإجراءات المختلفة اللي مبادرة ابدأ ابتدت يعني تقوم عليها، وده اللي هيفتح لي فرص عمل كثيرة للمواطنين وهيزيد من فرص التشغيل وفرص العمل. طيب يا دكتور عماد، يمكن يعني فكرة تدعيم القطاع الخاص أو تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال الصناعة بشكل أساسي جدا بيقابله مجموعة من التحديات، لما بنعمل تهيئة لمناخ الاستثمار في مصر أو
الدخول في هذا المجال من خلال كل الجهود اللي بتتم، والحقيقه بتستهدف النهوض بالصناعه المصريه. حضرتك شايف ايه اللي ممكن يتعمل سواء من جانب المستثمرين في القطاع الخاص او من جانب حتى مؤسسات الدوله المختلفه لتشجيع الدخول في هذا القطاع؟ الحقيقه فخامه الرئيس وجه بالفعل بتوفير عده باقات للنهوض بتوطين الصناعه المحليه، منها توفير الأراضي بحق الانتفاع للمستثمرين، منها أيضا توفير الدعم التقني والدعم الفني للمستثمرين ومن خلال الإجراءات المختلفة وتقنين الأوضاع، منها توفير العمالة المدربة الماهرة من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الكيانات الوطنية المصرية اللي بتوفر العمالة المدربة. ويمكن كان عندنا فجوة في القدرات خلال الفترات السابقة، كنا ممكن نلاقي ان مجموعة من المستثمرين او قطاعات الاعمال تحتاج الى عاملين مهرة، ولكن كنا نجد فقر في القدرات. ولكن هذه المبادرة تستهدف الباقات المختلفة من توفير الحزم التي تدعم الاستثمار، وده يمكن كمان بنجد خلال الفترة دي، وذكروا فخامة الرئيس في أكتر موقع أن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت جاذبة من خلال توفير شبكة الطرق المختلفة التي تيسر على المستثمرين، توفير البيئة التحتية للمجتمعات المختلفة اللي تيسر على المستثمرين أنهم يقيموا منشآتهم بيسر ومن خلال التسهيلات المختلفة. طيب يا دكتور، من جانب بقى المستثمرين اللي هم رجال الأعمال، إزاي نشجعهم على الدخول في هذا القطاع؟ إلى جانب اللي حضرتك ذكرته، يمكن أيضا اهتمام الدولة بتوفير الرخصة الذهبية، وفي لجنة شكلت برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للدفع بهذا المجال بشكل قوي جدا، أعطاء الرخصة الذهبية، وأن يكون هذا الأمر في خلال أيام معدودة. هنا بقى دور رجال الأعمال، إزاي هم كمان يكونوا إيجابيين في التعامل مع مثل هذه الأطروحات من جانب الدولة؟ الحقيقة الدولة زي ما حضرتك ذكرت كده، يعني حتى الإعفاء الضريبي، يعني وفرت الإعفاء المشروط خلال 5 سنوات، يعني كثير من الإجراءات، منها تسهيل الحصول على التراخيص من خلال الشباك الواحد، ومن خلال الإجراءات التي يقوم بالتدخل فيها مباشرة مع المبادرة، وطرح موقع إلكتروني للتواصل من خلال المستثمرين إذا قابلتهم أي يعني عقبات أو تحديات للتسجيل في الموقع، والدولة وفرت لهم تقديم كافة الخبرات اللي تقدم لهم الدعم أو الدعم الفني أو الدعم التمويلي. طيب أنا كمان عايز أسأل سيادتك عن القطاعات اللي هي ممكن تكون مرشحة في الصناعة بشكل أساسي، لأن طبعا في صناعات ثقيلة، في صناعة المعدات والآلات، وكمان في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حضرتك شوف لإنجاح هذه المبادرة ممكن تكون البداية في إيه؟ الحقيقة بالفعل بدأت المبادرة بتوفير جهود كبيرة في الأجهزة الكهربية المنزلية وصناعة الفوسفات، الكالسيوم والأسمدة والكيماويات وصناعة الجلود وكثير فعلا من الصناعات اللي بيحتاجها المجتمع الدولي من خلال الدراسات أو محور الدراسات والبحوث في مبادرة إبدأ، اللي يعني حددت سوق العمل العالمي محتاج لإيه، وبالتالي ابتدت فعلا تضع قائمة من المشروعات اللي ممكن يعمل فيها المجتمع المحلي وتساعد فيها المستثمرين انهم يبذلوا الجهد او انهم يستثمروا في هذا المجال. طيب فكرة التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة في تهيئة المناخ، يمكن يعني دلوقتي تعامل الدولة مع الاستثمار في قطاع الصناعة تحديدا بيكون تعامل تكاملي، بمعنى ان كل الوزارات بتشترك في انها تدعم اللي بيشتغلوا في هذا الإطار. زمان كان بيقابل بعض المشاكل هنا أو هناك، عاد بشوف هذا الأمر إزاي كنوع من التشجيع لرجال الأعمال؟ نرى أن يعني لأول مرة إن حاليا أصبح هناك تنسيق وتعاون وتكون بين الجهات المختلفة، سواء الجهات الحكومية، الجميع يعمل في بوتقة واحدة وبدون حواجز أو أسوار، الوزارات تعمل في نسق واحد وفي إطار واحد وفي تكامل من الجهود. ويمكن مبادرة حياة كريمة كان
كانت البادرة الأولى في وضع هذا النموذج، أن جميع الجهات والمؤسسات التنفيذية تنسق أعمالها من أجل توفير قيمة أعلى وعدم إهدار الموارد. وده زي ما قلت لحضرتك أن مبادرة ابدأ بتسير على نهج مبادرة حياة كريمة، في أنها أيضا تسير وفق تنسيق وتكامل ما بين الجهود المختلفة، سواء كانت الجهود الحكومية أو القطاع الصناعي والقطاع الخاص. طيب يا دكتور، في مثل هذه الأمور هل يتم دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأفكار من جانب الدولة؟ بمعنى أن في بعض المشروعات بتكون جاهزة وممكن يكون السوق محتاجها، وفي بعض الأفكار تانية بتكون من جانب يعني الشباب اللي هو عنده فكرة، فبالتالي محتاج عملية التسويق، محتاج عملية الدعم. وهنا بنتكلم على بقى آليات الدعم المختلفة، سواء من جانب البنوك، من جانب المحليات، من جانب حتى هيئات التنمية الصناعية وما إلى ذلك. فعلا زي ما حضرتك ما ذكرت، الدولة وهي من خلال توجيهات فخامة الرئيس لفريق الشباب، يعني المبادرة هي مبادرة شبابية رئاسية، وهذه المبادرة الشبابية الرئاسية قامت على دراسة كافة احتياجات السوق العالمي والسوق المحلي، وتنسق ما بين الشراكات المختلفة العالمية والمحلية، ونجحت بالفعل في عقد شراكات محلية عالمية من أجل الإنتاج المحلي. وده اللي ظهر خلال الفترة اللي فاتت من إنجازات مختلفة، منها عقد شراكات مع ما يقرب من 64 شركة جديدة، وبالإضافة إلى تقنين ما يقرب من 1500 وضع لشركة قائمة. تفتكر أنه ممكن يتم تشجيع المستثمر الأجنبي على الدخول في قطاع الصناعة من خلال هذه المبادرة بأشكال مختلفة؟ فعلا بدأت الفترة اللي فاتت وتم إنجاز كثير من التعاملات، ونرى جميعا فخامة الرئيس ويجوب دول العالم من أجل إنجاح هذه المبادرات، لأن شعار الفترة القادمة هو دعم قطاع الصناعة من خلال توفير الواردات المحلية وتشجيع الصناعات المحلية لتوفير أو الطلب على العملة الصعبة وتوفير الناتج المحلي. وبالتالي يمكن كمان المشروعات اللي هي صغيرة بتخدم على المشروعات الكبيرة في إطار ما يتم على أرض الواقع، وده يعني الهدف، ومن خلال الربط ما بين المبادرة وما بين مبادرة حياة كريمة، في أن توفر فرص عمل للمواطنين في القرى، قرى مصر، من خلال توفير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجتمعاتنا، وبالتالي توفر فرص عمل جديدة لهم. أنا بشكرك جدا دكتور عماد عبد السلام، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، نورتني يا دكتور. شكرا جزيلا. وأنتم مشاهدينا الكرام لكم منا كل التقدير، حتى نلتقي وحوارات أخرى شكرا لكم وإلى اللقاء.